رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير. ما بعرف إذا سمعت ما كنت أتحدث عنه عن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى أي مدى برأيك ممكن أن نرى المزيد من هذه الارتفاعات، وماذا يعني كل ذلك للدولار والكروسات الأساسية العملات الرئيسية أمام الدولار؟ بالتأكيد تحليلك كان جميل جدا، ولكن الاختصار لهذا الحديث أن القوة أو الفجوة التي تحدث حاليا ما بين الأسواق وما بين واقع الاقتصاد تقوض حقيقة جهود الفيدرال الأمريكي. لا يريد الفيدرال الأمريكي أن يكون أسعار الدولار مرتفعة، وهذا يسبب ضغطا إضافيا عليه في عملية التحفيز أو في استمرار برامج التحفيز التي يقوم بها، وبارتفاع عوائد السندات لأجل 10 أعوام. ذلك بحد ذاته يؤكد على هذه النقطة أن الدولار الأمريكي يرتفع على الرغم من برامج التحفيز الضخمة. السيولة التي يتم ضخها لا يتم وصولها حقيقة لتحقيق تعافي في واقع بيانات الاقتصاد الجزئي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما تم توفيره من سيولة وتحفيزات حتى الآن يتم امتصاصه في ارتفاعات بالقيم السوقية لأسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويندرج في المخاطرات العالية دون أن يكون انعكاسه بشكل مباشر على التنمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو تحسين الأوضاع. لماذا؟ لأنه نحن لازلنا نشهد انخفاضات في أو فقدان عدد كبير من الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فايلينج أو تراكمات في مخزونات البضائع في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عندي مشكلة بالستاغفليشن أو الركود التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد عندي المبيعات القوية بما يتناسب مع برامج التحفيز الحالية، وفي نفس الوقت لدينا ارتفاعات يعني تاريخية في معظم المؤشرات الأمريكية، وذلك يضغط على عوائد السندات وصلت إلى 1.15 كما ذكرنا لأجل 10 أعوام. إذن الفيدرال الأمريكي مضطر أنه يبقى على سياسة تحفيزية لفترة ممتدة بعض الشيء، ولكن برامج التحفيز المالي التي يتم اتباعها من قبل إدارة بايدن أو الديمقراطيين يجب أن تكون أكثر توجيها في الفترة القادمة. العبء هو عبء على السياسة المالية بأكثر من أن يكون هناك، أعتقد سوف يكون هناك حديث أكبر على رفع الضرائب أو ضرورة رفع الضرائب على بعض القطاعات أو على بعض الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك سيسبب نوعا ما ضغطا على السوق المالي وتحقيق فعلي للتحفيز بأن تتجه الأموال إلى المحتاج، إلى من يحتاجها فعليا، وإلى من يحقق التنمية الاقتصادية وما يحقق الوفرة في ارتفاع التضخم بالشكل المطلوب حتى يكون هناك معادلة طبيعية أو منطقية. حتى الآن يبحث رؤوس الأموال تبحث دائما عن مخرج لتتسرب من الدائرة الاقتصادية. رائد، اليوم يحصل أمر بالولايات المتحدة لم نعد أن نراه من قبل، يلي هو الموضوع الأمني الموضوع السياسي. هذه اليوم في تحذيرات من إمكانية حصول شغب بعدد من الولايات. رأينا يوم أمس أسهم تويتر وفيسبوك لأنه حضرت الأكاونتس تبع ترامب ومناصريه، فبالتالي هل أسواق المال تحسب هذا الموضوع، تأخذه بالحسبان؟ هل برأيك ممكن أن نرى تأثيرات لذلك على أسواق المال؟ يجب أن نرى على أسواق المال، ولكن الفكرة أنه أسواق المال تبالغ دائما بردة الفعل وتصبر نوعا ما حتى يكون هناك معطيات على الأرض، ولكن عندما تحدث هذه المعطيات نشهد انخفاضات حادة وبالجملة، وذلك ما يسبب الانهيارات. لذلك بالنسبة للمستثمرين يجب أن يكونوا أكثر حذرا من التقلبات الحادة التي قد تحدث في أسواق الأسهم الأمريكية على وجه التحديد والمؤشرات الأمريكية في الفترة القادمة، لأنه كما ذكرت التقلبات السياسية سوف تنعكس، ولكن انعكاساتها تكون أكثر حدة وبفترة زمنية يعني أقصر نسبيا وإن كانت، ولكن ما تسبق به الأسواق هو التعافي الاقتصادي. تستشعر التعافيات الاقتصادية وبالتالي تحدث الارتفاعات، ولكن الحدوث دائما أو الهبوط دائما يكون مفاجئ بنتيجة بيانات على الأرض تحدث ويكون مبالغ به، بالتالي عادي جدا أن نشوف يعني انخفاضات حادة. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.